ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جزاكم الله خير. إن شاء الله الصلاة جامعة. صلاة العيد إن شاء الله. الصلاة جامعة. صلاة عيد الفطر. أكابكم الله. لا استوى الصلاة سمية رحمة الله. صلاة عيد الأضحى. أثابني وأثابكم الله. آمين يا رب. استوى. إن شاء الله والصلاة العيد is, you know, first takbira in the first rak'ah and then seven takbirat afterward. And between the takbirat, inshallah, it is recommended to say Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar between each takbirat, inshallah. And then the second rak'ah will have five takbirat, and then we just follow the imam, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu akbar. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك من السماوات والأرض ومن ما بينهما ومن ما دون ذلك يا رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ثم أما بعد أوصيكم أحبتي في الله بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته فإن في ذلك الفوز في الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. All praise and thanks are due to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him, we thank Him. We seek the assistance of Allah subhanahu wa ta'ala. We seek refuge in Allah azza wa jal from our bad deeds and from the evil of our own souls. Anyone has been guided by Allah azza wa jal, no one to misguide him. And if anyone has been misguided, there is no one to guide him. I bear witness that there is no God worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala alone without any partners. And I bear witness that Muhammad is his servant and Allah's messenger. May the peace and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be upon him, upon his family, and upon those who follow them in righteousness until the day of judgment.
الحمد لله رب العالمين أحبتي في الله على هذه النعمة المزداهة التي منها الله علينا بهذا العيد السعيد بإذن الله سبحانه وتعالى، وإنها من نعم الله عز وجل أن أعيادنا نحن المسلمون تأتي بعد عبادات قد فعلها المسلمون ليتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى ويزدادون في الطاعات حتى يكونون من الفائزين بإذن الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ولنعلم جميعا أن هذا اليوم هو يوم فرح وغبطة وسرور، يوم يجتمع فيه المسلمون يجتمعون ويتزاورون فيما بينهم لله سبحانه وتعالى، وهو كما قلت هو أيام فرح للكبار والصغار على حد سواء بإذن الله سبحانه وتعالى. فعن عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كانت في بيتها ومعها جاريتان تغنيان مما كان يغني الأنصار في إحدى الغزوات وهما يضربان بالدفوف، فدخل عليها أبو بكر رضوان الله عليه وهو أبوها فقال لها أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ مزمار الشيطان في بيت رسول الله يا عائشة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم وكان موجود يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وهذه إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا اليوم يوم فرح وسرور بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولنبتعد كل البعد عن أي شيء حرام. وهذا لا يعني أن نستخدم الموسيقى وغير ذلك لأنها محرمة كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا هو أكل يوم أكل وشرب في جميع هذه الثلاثة الأيام، فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أحد الصحابة وهو يطوف في منى ويقول ويصرخ للناس ويقول أن لا تصوموا هذه الأيام الثلاثة فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهي مخصصة هذه أيام العيد. My dear respected brothers and sisters in Islam, this is a day of a celebration, a day of Eid and happiness, and we enjoy ourselves with our family as much as we can, especially in these days of Al-Eid. As Aisha radhiyallahu anha, the wife of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when she was in the house, she had two servant girls singing for her in the house, and they were playing with the drums. Then Abu Bakr entered the house and he said, "Mizmar al-Shaytan." The music of Shaitan in the house of Allah, in the house of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told Abu Bakr, "Ya Abu Bakr, you know, calm down. Everybody has a celebration day, and this is our celebration day. So this is a sign and encouragement from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to celebrate these days, the days of Al-Eid, whether it's Eid al-Fitr or Eid al-Adha, because it's again a sign or a day of celebration, and we have to enjoy it. In accordance to the book of Allah subhanahu wa ta'ala, and not doing anything that is prohibited as using or listening to music which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and Allah azza wa jal before that has prohibited. This is also, these days are days of eating, drinking and having fun. A fun that is allowed by Allah subhanahu wa ta'ala. When the Prophet sallallahu alayhi wa sallam sent a companion of his around Mecca, and he was going around Mecca and he's saying that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, do not fast these days, the days of Al-Eid, do not fast those days because it's the days of eating, drinking and remembering of Allah subhanahu wa ta'ala. So we have to apply this in our lives inshallah subhanahu wa ta'ala and enjoy our time of this Eid. أحبتي في الله أول ما يفعله المرء المسلم في هذا اليوم هو بعد الصلاة أن يصلي صلاة العيد ثم يذهب إن استطاع إلى أن يضحي. إذا من استطاع أن يذهب، لأن هذا اليوم هو يسمى أيضا يوم النحر لأنها تنحر فيه الأضحيات لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، ويندب للمضحي أن يشهد أضحيته عندما تذبح وأن يأكل منها ويكبر عليها وأن يتعاهد منها الفقراء والمحتاجين. يقول الله سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال صلى الله عليه وسلم في فضل الأضحية وفضل يوم النحر